هاي هنا انا ضربت استاذ ضربه هماتين قويه يوم الاربعاء ووقع على الحائط حيل يعني بس من وقع على الحائط رجع بالقاع حمى انضرب استاذ هي من شده الضربه انضرب ضربتين يعني طبعات الطبق بالسكين هنا وهنا جابت قوطيه مال ملح حطتها بعينه جابت ايده شالته وحطت ايش الحيل على الطبخ هو قام يصيح ترى ماما ترى موت قالت لا تذاب ده يمثل تضرب بي قال يلا قوم قوم ده تمثل مثلا يشوف اثار بيك وباخوك ايه ما تضرب ايه ما يسالكم هاي منو ضربكم شنو الموضوع لا ما يسالنا يعرف هي تعذبكم سيد حتى كم مره ضربتنا وضربنا قدامها هو يرد يضربكم اليوم مره ثانيه ايه جابت اول شيء صاحته وقفتها بالمطبخ مكان المطبخ جابت قوطيه مال الملح حطتها بعينه المره هذه تحطها بعينه حطت شويه بعينه قام يشوف ويفرك بعيونه قام يحرق نبا جابتها وحطتها بحلقه تعبي بحلقه وترجعي ورا قال ماما راح تقيئاني تقول اذا تقيئتها قلت لك واحط لك بعد تقيئ تقول يلا ارجع اكله يرجع هو ياكله احنا على ايده سيد وهاي ايده ذني ترى محتاجات بشنو؟ حرقت على الطبخ شلون؟ شالتها هي سيده قويه انا ابويا ما يقدر لها ابويا ضخم وهاي ما يقدر لها جابت ايده شالته وحطت ايج حيل على الطبخ هو قام يصيح هاي الخشبه وين راحت بعدين هاي سيدي من انكسرت حطتها على المجمده كان بصفه المجمده فانا سويت انقارت عليه لان اخويا بعد شمغتها ورا المجمده خفيتها ضميتها حتى بعد ما تضرب بي يعني مو هي ضمتها لان احنا من جينا نبحث دورنا ما لقينا بالبدايه بعدين انا سيدي ضميتها انت ضميتها اي على مود تظل تضرب بي ورا المجمده شو دفعتها حل بدون اي ما تدري والله سيدي شكو خشبه شكو عوده بالبيت كسرت على ظهره بعد اكو اثار براسه قويه فتحه شنو اي سيدي اكو هنا ثلاثه هنا واثنين ورا شنو ذنب بيش هاي اللي هنا سيدي ضربته بالسكينة ذي ثلاثة بالسكينة ضربته شون بالسكينة؟ حيل هيك طبر طبرات الطبر بالسكينة هنا وهنا شلون شلون ياكل ويشرب العين؟ أنا كنت أطي بدون ما تدري تطب حمام هي تصعد غرفتها بالاستقبال غرفة الاستقبال هول تعال هاكاك ذي نكون على السرع قبل لا تشوفن أمي أنت شلون عرفت بي توفى الله يرحمه؟ نفس ماكو عيونه صار بيض كثير ماما ترى مات قالت لا تذاب ده يمثل تضرب بيه قال يلا قوم قوم ده تمثل انا بهاي اثناء كان على رجلي كان يمي مي ده صحي اذب علي مي ما اعرف شو اسوي تخبرت يعني بس اريد اصحي اريد يقوم شلون ما اعرف وش صار؟ هي جت شافته الوضع طبيعي التعبه من يمس سوي غدا والوضع طبيعي كل شيء ماكو ليش هو بيش ساعه هذا الحكي قطع النفس قطع النفس ساعه بالدعش وبثلاثه يلا خبرت ابوك بالثلاثه تحرق القلب سوي غدا والوضع طبيعي والجهال دا يلعبون وكل شيء ماكو عبالك انت شو تسوي وضع طبيعي وانا قاعد بصفه بس اريد اصحي وتالي عرفته مات؟ ايه يعني اخوك مات على رجلك؟ ايه انت وين عادة تسبحون؟ احنا؟ ايه؟ انا سيدي بالحمام واخويا هاي الشهرين ثلاثة قامت السبحة بالطارمة برا زين وتلبسه ملابس شتوية هم شفنا بالصورة شتوية صحيح ليش؟ شنو السبب؟ على مود الاثار البي ما تبين لان طويل حمود ما تبين الاثار البي زين هنا اريد اسألك سؤال خلينا نجي لسالفة ابوك خابرتوه وجاه واخوك ميت متوفي الله يرحمه شنو اللي صار بين الأم والأب؟ الأم سيدي كانت قاعدة على الدرج هو إجا لا شافه ولا دا سابت ما عليه هذا الطفل ميت هي بكل برود وبكل صلافة هي اللي عاد روح دفنه إيش تسوي لبيده هي اللي عاد روح دفنه وجاء شاف ابنه الدودة ياكل بيه سواله ما سوى شيء كل برود يمثل
يمثل حق جبروعه ونعود انا دابكي عليه ودمعه ماكو والله دمعه ماكو والله والله وجلد شنو هذا ماكو. اخوك شو يعني الام تقتل بيه والاب هيك يعني شنو السبب؟ السبب سيدي على شغلات بسيطه يعني عنده شيء مسوي شيء لو وقع لا لا سيدي لا حال احنا حالنا حال اي جهال اي بشر ناكل ونشرب بس الا هنا انا ضاعم هي ببيتها جهالها الاثنين البقية هم كانت تضربهم؟ لا سيدي معاملتها وياهم تختلف عن معاملتنا هذا اللي صار هسه والتعذيب هرد أسألك انت قريب على الحدث شنو سببه مثلا تكره امك شنو ليش؟ اي سيدي تكره امي حيل تباوعين هاي الثقوب هاي منو سواها؟ استاذ هي بالهاي المقتلة هاي ليش اسمها مال الظهر يحكم بها الظهر الخشب منو ضربه؟ اني استاذ كم ضربة ضربتي؟ ما اعرف استاذ ما حسبت يعني ايش قد تقريبا؟ وايد زين راح اشوفك اللقطة الاخرى هاي الصورة شوفيها نعم استاذ هاي هاي وين الضربة مالته؟ هاي استاذ انا ضربته بالشفشير بالشفشير نعم سيد وبعد؟ بس شفشير هذا الطفل من ظليت تكتلين بيه وتطعنين بيه ما استنجد بيك ما قال لك مو صح لك ماما هو؟ نعم سيد يقول لك ماما لو لا؟ نعم ما ليش ما توقفتي عن الضرب وصلتي للموت خليت الدود ياكله زين وهاي اللي براسه؟ هاي سيدي قلت لك بالجامة كانت مفطورة الجامة مال الباب ايه وضربتها ضربة قوية وراح عليها يعني ما كنت انا محاسبة انه هو راح يروح على الباب وينشق راسه بعد شوفنا خلي تشوف شو مسوية بيه للطفل هاي هنا انا ضربته استاذ ضربة هماتين قوية يوم الاربعاء ووقع على الحائط حيل يعني بس من وقع على الحائط رجع بالقاع حمام ضرب هو انضرب استاذ هي من شدة الضربة انضرب ضربتين يعني هذا التعذيب اللي صاير بجسمه اكو احد شاركك بالتعذيب؟ لا سيد انتي وحدك استخدمتي الملح دبيتي على عينه وحاولتي توكلي واستخدمتي السكين بطريقة التطبير ضربتي مو طعن واستخدمتي الآلة الخشبية اللي طعنتي بها هاي موجودة بإيده 31 طعنة واللي هنا برجلة وكذا أحد غيرك طعنها هاي الطعنات وعذبه؟ لا سيدي أنا أنت وحدك زين قتلتي تعذيب لو قتلتي ضربة واحدة ومات لا استاذ عدة ضربات عدة أيام ضربته جاوبيني على السؤال تعذيب لو تعذيب زين لحد هاي اللحظة وهاي الصور البشعة اللي دا نشوفها اللي احنا متألمين بيها ما شفنا عندك لا ندم ولا دمعة حزن ولا انت حاسة انه هذا اللي يصح لك ماما قتلتي الحضانة من حق الام ليش فرطتي بأطفالك؟ ما فرطت بيهم أنا قدمت بلاغ مع الحضانة بس كان يجي يهددني اسمحي لي وين قدمت البلاغ بيا مكان؟ بالتاجي مركز شرطة؟ مالتهم كملتي راجعتي على الدعوة؟ رحت واخذنا الشرطة اللي هو يسلمهم البلاغ ايه؟ التبليغ نعم الطاياهم بالباب احنا كنا حتى أنا وأمي بالسيارة قال لا تنزلون أنتوا بس قعدوا هنا لأن أكيد راح يحكي صيح كل شيء يصير بقينا بس شفته طلع هو بوقتها وأخوه وأمه أخذ التبليغ ما عدى بالليل إجا يقول لي تبلغين مو ما أنا ما علي تعرفيني كل الزين لا أعترف بقانون ولا بعشاير أخذهم صار أضربهم طلقة يعني أنت عندك دعوة تردين تسترديهم حضانة ماشي تريد شيء من عندنا طالبه بشيء أنت أنا سيدي ايه؟ أطالب من قبلكم وزارة الداخلية من قبل السيد الرئيس المحترم بنت تعاقب أشد عقوبة بالإعدام إعدام أنا أريد أطلع حق أخوي وبس مثل ما كنت أريدها تقول